وتوج بيدري غونزاليس لاعب وسط برشلونه والمنتخب الاسباني بجائزه كوبا لافضل لاعب شاب في العالم لعام 2021. فاز ايضا البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الالماني بجائزه افضل مهاجم في العالم عن عام 2021. طبعا زي ما بقول لحضراتكم دي جائزه مستحدثه هذا العام، واستطاع المهاجم البولندي ان هو يفوز فيها. هو متالق بصراحه جدا جدا طبعا. جدا ويعني محدش عنده شك في ده، زي ما بيتقال كده ما بيختلفش عليه اثنين، ليفاندوفسكي فعلا فعلا متالق جدا. ولو هنرجع لارقامه كمان، يمكن ده راجع لتسجيله 58 هدف مع البايرن ومنتخب بولندا هذا العام، فبرضه ده رقم اعتقد مش قليل ابدا. اكيد كمان فازت اليكسيا فوتلس لاعبه برشلونه بالكره الذهبيه كافضل لاعبه في عام 2021. وتعالوا نستعرض كده باختصار شديد معلومات عنها. هي بتلعب في خط الوسط وهي قائدة منتخب إسبانيا، وقضت معظم مسيرتها الناشئة في صفوف نادي إسبانيول، وبعدها انضمت إلى برشلونة سنة 2012 وفازت بالدوري 5 مرات وبكأس الملكة 6 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة. وطبعا ساهمت بمنتهى القوة في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا في موسم 2020-2021، وطبعا ليها نفس الدور ولعبت نفس الدور مع منتخب اسبانيا. والجميل ان مسؤولي الحفل بالامس كانوا حريصين على تكريم والدتها واختها اللي كانوا داعمين ليها طوال مشوارها الرياضي. وعلى صعيد حراسه المرمى توج جيان لويجي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الايطالي بجائزه افضل حارس في العالم لعام 2021. كلام محترم وجميل.